البهايم ماتت؟ لا، مفيش أي حاجة من دي حصلت. خلاص يا ست، مادام أنا وأنت بخير، الدنيا وما فيها. حتى لو أذينا الناس؟ ناس مين اللي أذيناهم؟ عبد الصمد أفندي. ده حرامي. مش ممكن يا بابا. يعني أنا هتبلى عليه؟ ده مرتشي ولازم يتقدم. الحمد لله اللي ربنا كشفهم على حقيقتهم قبل ما كنا نتورط معاهم. انا شخصيا ما كانش عندي مانع، انما يعني كل الكلام اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي ابدا. يبقى خلاص، انا اللي حرامي وانا اللي كذاب. يوه يا بابا. اسمعي يا نوره يا بنتي، ارمي الناس دول من ورا ظهرك، ارميهم نهائي. اسفه اسفه يا بابا. نوره نوره، يعني رأي حضرتك يا متر ان عبد الصمد افندي رايح لداهية؟ رايح لداهية ده انت كمان؟ صحيح هو موقفه وحش، هنا مفيش حاجه مستحيل. احنا مستعدين ندفع من جنيه الالف. ما تتفشخرش قوي كده، على كل حال ربنا يسهل. احنا هناخد 2000 جنيه، 1000 مقدم و1000 بعد البراءه ان شاء الله. طيب لو سمحت هنروح نجيب لحضرتك الفلوس. استأذن يا حبيبي. مع السلامة. شكرا يا متر. مع السلامة. أنا مش ممكن أسلم قضية أبويا إلا لمحامي كبير. ما أنت عارف يا كمال، العين بصيرة واليد قصيرة. معلش، أنا عندي تصريف برضه. بقولك يا عزوز. يا نعم. أنا عايزك تروح تحوم حوالين الراجل اللي اسمه حلاوة العنتابلي ده. تعرف دكاكينه فين؟ قد إيه؟ بيعمل إيه بالظبط؟ حاجات زي كده. أنا هشمشم لك عليه فشل الكلب هو. أنت بتفكر في إيه بالظبط؟ اسمع خميس، احسن طريقه للدفاع ضد الشر الهجوم على خصمك. ما تقعدش حاطط ايدك على خدك وتستنى تدافع عن نفسك. ايه يا واد الكلام الكبير ده؟ امال ايه؟ الزمن خربشنا خميس، بس العمليه دي عايزه فلوس. انت معاك كام يا دنداني؟ الدنداني غلبان الايام دي، لكن مش مهم، هنزل ابيع لك ساعتي. هتبيع ساعتك؟ هي الساعه تغلى عليك ولا على ابوك يا دكتور؟ دكتور. ما خلاص يا عم. خلاص. طب ثانية واحدة بقى، حمامة واجيلك. واني في ساعتين زمن هكون جبت لك قرار. انت ناوي على ايه بالظبط؟ انا هقول لك انا ناوي على ايه بالظبط. انا خايف. تعرف تسكت؟ اعرف يا سيدي. انت متأكد يا عزوز ان هو ده المحل؟ ايوه، ليه اكبر محلات حلاوه العنتابلي للست. اسمعوا يا جماعه، انا ما عنديش استعداد العب اللعبه السخيفه دي، انا ابن ناس متربي بصراحه. انت جبان يالا. يلا امشي، مش عايزينك. يلا امشي. انا ماشي. امشي امشي. تعالى يا عزام، وسع وسط على النبي، وسع 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 على النبي. اللي فات الساعه تعالى تعالى طلع يا فندم. طلع يا دكتور. اللحمه دي مذبوحه في الشفخات، في الخشفات، في السلخانه. ايوه يا بيه. فين رخصه المحل؟ هي بيه. حاضر. هي بتاعت بيه. شمع المحل بالشمع الاخضر، بالشمع الاصفر، بالشمع الاحمر. تحت امرك يا دكتور. ايه اللي حصل بس يا دكتور؟ اللحمه دي لحمه براني، مش بعيد تكون لحمه حمير. اتاكد بنفسك يا دكتور. الله. عندك محضر ذبح خارج السلخانه. ها؟ خلصت مهمتك يا الضابط؟ تمام يا دكتور. متشكر قوي. كبير المعلم بتاع المعلم حلاوه يا بيه. ما عشان كده لازم ياخد على دماغه. وحين هذا المعلم؟ استنى. انت بتهددنا بالغول بتاعك ده. الله العظيم ده حاجه، انت واقف عندك كده ليه؟ هات لنا عينه من اللحمه عشان نعملها اختبار مع الشوربه. يلا. حاضر. الشمع الاحمر جاهز يا دكتور. نفذ الخلق يا حضر الضابط. انت بتفرق لي ليه؟ مش قد يا بيه. حط له خلق. ومش قد ليه؟ افتح شوط. خلص خلص. اوكي يا عصابت. اوكي يا دكتور. كله تمام؟ كله تمام. يلا بينا. وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على النبي. وسع وسع وصل على النبي. اتفضل يا فندم. وسع وصل على النبي. حسب العينة. سلمنا على سبع المرمى بتاعك. لا حول الله يا رب. خدوها في العضل. خدنا كم الدرج؟ 701 702 703 704. كويس.
يلا عشان نلحق المحامي. واجب يا دكتور، بس مش متهيألي ان ودي العربيه لهاني الاول. الواد انا خايف منه قوي، ده واد عايل. تفتكر ممكن يبلغ عننا؟ لازم نوري له العين الحمراء. بقول لك يا ده عزوز، ايوه انت متاكد من المعلومات اللي انت تتهالي دي؟ عيب يا دكتور. طب عال تبقى الخبطه الجايه جاهزه، وراك والزمن طويل عن تابلي. ازاي اضحك عليك يا؟ رحت شمشمت ورحت مكتب التموين لقيت ما حصلش حاجه. اصلهم دخل علينا احنا مظبوط يا معلم. معلش بكره بيس يجيبهم يا معلم. مبغور من وشي. البوليس ايه اللي هندخله في الحاجات دي يا معلم ونفتح على نفسنا فواتيح؟ انت ناوي تبلغ البوليس؟ سيبنا افكر في الحكايه دي. صباح الخير يا فندم. الله يعينك. انا عندي بلاغ ضد واحد بيتاجر في ارواح الناس. بيتاجر في ارواح الناس؟ ايوه فندم، عشان يكسب وما عندوش مانع يقتلهم كمان. اتفضل اهو. ورقه وقلم اهو مكتب اللي انت عايزه. طب ممكن يا فندم بعد سيادتك لما تتاكد من جديه البلاغ تخفوا اسمي؟ مفيش مانع. أفندي. فين المعلم حلاوه العنتبلي؟ مين اللي عايزنا؟ اتفضل معانا، في امر بالقبض عليك. بابا ما تتخضيش يا نوره، في غلط في المساله ضروري. خير يا حضرة الضابط، في ايه؟ هتعرف كل حاجه قدام السيد وكيل النيابه. اطلبي لي المحامي وخليه يحصلني حالا. بعد بحث البلاغ اتضحت جديته. ده مين اللي بينخر ورايا ده يا اخوانا؟ ده التقرير الفني، واخد الرخصة على 4 أدوار وبنيت 14 دور. الحق عليا اللي بفرج أزمة السكن. تفرج أزمة السكن ولا تجيب أجل السكان؟ يا بين الصهره. تتصرف في إيه؟ الأساسات بتاعتك ما تتحملش الأدوار دي كلها، والعمارة مبنية بمواد هشة وغير مطابقة للمواصفات الفنية. بيسرقوني يا بيه. اللي بيشتغلوا معايا بيسهوني ويسرقوني. وهم برضو اللي سهوك وبنوا 14 دور. ما تقول حاجة يا حضر المحامي. ممكن سيادتك تفرج عن موكلي بالكفاله؟ اسف. يحجز المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق. بس لو اعرف مين اللي اداني الزومبه دي اشرب من دمه. مسير اعرفه. ينصر دينك يا ابو كمال، هو هيروح مننا فين؟ وبالمناسبه السعيده دي عايز اتكلم معاك في موضوع عائلي هام. خير؟ باختصار كده انا داير على واحده وعايز اتكلم عليها. الموضوع ده طالع في دماغي قوي. مين بقى سعادة الحظ دي؟ ما انت عارفها. انهار بنت خالتي. انهار؟ اه. اكتشفت انها بنت حلال قوي وحنينه قوي وعندها بيت وعندها اساور. اه. جواز مصلحه يعني؟ مصلحتي يا راجل، لا مصلحه ولا غيره. اسمع خميس، انا رايي بلاش. ايه اللي حواراتك توريطه زي دي؟ الله، كوني اخطب انهار تبقى توريطه ليا؟ لا، توريطه ليا هي. اسمع خميس، انهار بنت حلال عايزه تعيش، بلاش تمرمطها معاك. انت هتقفلها ليه؟ تكونش عينك منها. انا مش عايز اقفلها ولا حاجه، انا بنصحك بس. مالكش دعوه يا اخويا، مالكش دعوه. يلا بينا نخطبها. يلا. ايه ده؟ مالك انهار بتعاتي ليه؟ اتفضلوا. اصل عمتي بعافيه شويه، ودتها للدكتور عشان يكتب لها على دواء محاشره في المستشفى. يا الباقي في حياتك انا. كويس يعني. طب ده بنت الحلال كنت تقولي الواحد فينا كان يجي معاك المستشفى. معلش، بسيطه ان شاء الله. قالوا هيعملوا لها تحاليل وممكن تخرج بكره. اما اقوم اعمل لكم القهوه. أنا متهيألي مش وقته خميس. بتقول لك شوية تحليل وهتخرج. ده أنت عليك حاجات يا جدع، أبويا في السجن وهي عمتها في المستشفى وأنت جاي تخطب. يلا يلا بينا قوم. طب والقهوة؟ قوم بس، قوم لا يقفشونا، قوم. إفراج بكفالة 3000 جنيه. زي بعضه، ادفعهم يا حضر محامي. وأمر بإزالة العمارة. إيه؟ هذه العمارة كلفتها ربع مليون. احمد ربنا إنها ما تهددش على الناس. وحضرة الضابط مش هني؟ لا مش هني، أشكركم.
اه يا ناري لو اعرف مين اللي بلغ عني. يا بابا ده انت قصول تشكرهم. انت كلامك بيلقطني، انت تسكتي نهائي. ست نورة برضه وده وقته يعني. انت تخلص خالص. يلا يا بابا نروح نعمل اجراءات. يلا يا بنتي. هتدي العمارة على دماغه. يا حلاوتك يا حلاوة. الخطوة جاية عارفها عزوز؟ طبعا عارف. والمعلومات مظبوطة. بيشتري اللحمة من الجمعية ب 68 وبيبيعها بالغلا والكاوي. كويس، المهم تبقى كبسة في اللحظة المناسبة عشان الظبط وهو متلابس. مبروك يا ولاد مبروك. طلع يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج. امال ايه الاعلام؟ لسه بدري يا طلاق، هيخرج بكفاله، ودي فرصه كويسه اننا قدرنا نطلعه كفاله. يلا روح اطلعه كفاله عشان يخرج بكره. مبروك يا بابا. مبروك يا عم عصام. مبروك على ايه؟ هنجيب منين ال 200 جنيه دول بس؟ لا احنا عاملين حسابنا. عاملين حسابك ايه يا ابني؟ انت مش بتقول ان ابوك صراماتي؟ ما تقولش صرامات يا عم عصام. الله، انا هقول لك. انا اصلي يعني اقول يا ابني ان الراجل على باب الله يعني. اصل الحاج ابو خميس كان محوش قرشين عشان يحج، فاحنا هناخدهم يعني. اه يا لسه الدنيا فيها خير. طيب يا ابني انا لما اخرج هبقى اروح اشكره ان شاء الله. لا 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 تشكره ايه؟ اشكره ايه؟ اوعى إيه تشكره احسن، ده يزعل قوي لما افتح تشكره. انا هروح اجيب لك فلوس. طيب. مالك مبلم كده؟ بتفكر في ايه؟ هجيب لي فلوس منين؟ معلم صورت محلاتك يا معلم. صل على النبي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا معلم. الف مبروك. اتفضل يا سيدي المعلمين. اتفضل يا سيدي المعلمين.